طبق النودلز مع تفاح واشنطن. الملفوف كتير غني بالألياف وصحي. نعود أولادنا أكثر على الأكل الصحي. الصويا صوص. الأويستر صوص. هيدا الطبق مثل ما عم نلاحظ هو صار مثل لوحة فنية. آخر مرحلة منحط النودلز. رح نسكب النودلز. ريحة هالطبق كتير شهية وكتير مفيدة. جمعنا قارة آسيا وقارة أمريكا بنفس الطبق. ثمرة التفاح لها فوائد كثيرة لتحسين صحة الدماغ، حيث يحتوي التفاح على موائد كيميائية نباتية والتي لها أهمية في الحفاظ على التوازن الكيميائي للدماغ من خلال التأثير على وظيفة المستقبلات للناقلات العصبية المثبتة الرئيسية. كما وجد أن التفاح يقوم بحماية الخلايا العصبية من الإجهاد التأكسدي، وقد يكون التفاح عاملاً في تقليل فرصة الإصابة بأمراض مثل الزهايمر. وفي دراسة نشرت سنة 2006 في مجلة الطب والبيولوجيا التجريبية، وجدت أن مركب الكيريسيتين الموجود في التفاح يعتبر واحداً من اثنين من المركبات التي تساعد على الحد من موت الخلايا الناجمة عن الالتهابات وتأكسد الخلايا العصبية، حيث يحتوي التفاح على البورون، وهو عنصر له خصائص عديدة في الكيمياء الحيوية والتغذية، حيث للبورون أهمية في عملية استقلاب المعادن، وظائف الغشاء الخلوي، وظائف الدماغ والأداء المعرفي. والآن حان الوقت لنتعرف على وصفة الشيف لليوم بمشاركة ثمرة التفاح. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم عنا اجتماع لقارة آسيا وقارة أمريكا بطبق واحد، هو الطبق النودلز مع تفاح واشنطن. الطبق النودلز الآسيوي مشهور كتير ومعروف مع الخضار ومع الدجاج أو مع البيف أو مع السيفود. نحن اليوم رح نقدمه مع تفاح واشنطن. بدنا لهالطبخة نودلز. أنا اخترت هذا النوع وأنتوا فيكم تختاروا أي نوع بتحبوه. عندي صويا صوص، عنا أويستر صوص، عنا زيت زيتون، زيت السمسم، توم، وعنا البينات فول السوداني، عنا تفاح واشنطن، أفراخ الفول، بصل أبيض، بصل أخضر، كراس، جزر، وفليفلة ملونة وملفوف. نودلز الصيني، تفاح واشنطن أحمر، زيت السمسم، زيت الزيتون، بصل أخضر، بصل أبيض، جزر، ملفوف، أويستر صوص، صويا صوص، ثوم، أفراخ الفول، فلفل ملون، كراس، فول سوداني، ملح، فلفل أسود. رح نبتدي حلقتنا بتقطيع الخضرة. مثل ما ذكرت بحلقات سابقة وعلى طول بذكر انه لازم يكون كل شيء التقطيع متناسب. نحنا لازم نقطع كل شيء بطريقة هلأ بقسم انه تتلقى مع النودلز، يعني بطريقة رفيعة ويكون كل شيء زي الخيطان. نحنا رح نبتدي بالبصل. ناخد نص بصلة، وبهيدا الوقت في ولع على المقلي لتحمى. قطع البصل لكتير شرحات كتير ناعمة،
صار عندنا البصل مقطع، حطهم على طرف الصحن. منجيب فليفلة حمراء وقطعة من فليفلة الخضراء. هيك بيطلع الصحن مميز وبيطلع هو مزين حاله وملون. هيدا الصحن كتير رح يكون غني بكل الفيتامينات اللي حناخدها من الخضرة. كمان منقطع بنفس الطريقة كتير ناعم. الفلفل الأحمر والفلفل الأصفر والفلفل الأخضر كلهم بنفس الطريقة. صار عندنا الفلفل مقطع، كمان منحطه حد البصل، منحضر كل الخضرة ومنبتدي بالصحن. بناخد الملفوف وبنقطع قطعة صغيرة من الملفوف، كمان بنفس الطريقة بدها تكون كتير ناعمة ومثل الشعر. قطعنا الملفوف، قطعنا البصل، الفلفل الملون والملفوف. الملفوف كتير غني بالألياف وصحي، الجزر كمان غني بالفيتامينات وبيفيد النظر. مثل ما عم نشوف شرائح القليلة تنرجع نقصهم بطريقة نفسها اللي قطعنا فيها كل الخضرة. ما عم نشوف هلا كمان عم نقص الجزر بطريقه كتير رفيعه تشبه النودلز وكل المكونات اللي قطعناها مشان يطلع الصحن متناسب ومزين حاله. اعزائنا المشاهدين، كتير عم نركز انه ندخل التفاح بوصفتنا لأنه هو كتير من الفواكه المغذية وفيها تتناسق مع كل جميع الخضروات. وخلينا نعود أولادنا أكثر على الأكل الصحي. صار عندنا هلأ الجزر كمان بنفس الطريقة، كمان منحطه على جنب على الملفوف. هذا طبق كتير غني بالفيتامينات. عندنا الافراخ الفول، بصل اخضر منقطع اخر شيء للزينه. هلا رح اقطع كمان الكراس لكتير سلايسات رفيعه مثل طريقه البصل. فينا نتركهم على طرف الخشبه، علي النار على المقلي ومنحط زيت الزيتون. بنبتدي على طول بالتقلية، بنبتدي بالثوم. أول نوع بنحط الثوم، الثوم ذو فوائد كتير عالية، بيساعد على تنزيل الضغط وعلى قوة الدم وعلى جهاز المناعة. والثوم كل ما ياخذ لون ويستوي اكثر بالزيت كل ما يعطي نكهه اكثر، انه هو هلا عم بيطعم كل الزيت. نرجع منضيف البصل، البصل الابيض
منضيف البصل بعد الثوم كمان لأنه البصل لازم يستوي وبده وقت. بعد البصل رح نضيف الجزر لأنه الجزر هي الخضرة الأقسى، يعني بدها استوى أكثر، بدها كمية وقت، وبيرجع بيلحقها الكابسيكم يعني الفلفل الملون، فليفل الملونة، وبنرجع الملفوف بالآخر وأفراخ الفول. بعد البصل رح نحط السيلري كراس لأنه الكراس كمان هو قاسي وبده وقت ليستوي وبيعطي نكهة بالقلية. عطول الطبخة هي مقسمة لجزئين، جزء القلية اللي هو بيعطي النكهات القوية يعني مثل الثوم والبصل كتير مهمين بهالطبخة. فينا كمان نزيد زنجبيل، أنا ما حبيت حط زنجبيل لأنه شوي بحمض وبيخلي الطبخة تصير شوي حرة، وأنا بدي أدخلها تفاح ما بدي يكون عندي كتير تضارب بالطعمات. مثل ما شفنا هلا مننزل الجزر كمان بين النوع والنوع حوالي دقيقة أو دقيقة ونص. نترك الجزر ليتقلى حوالي دقيقة، بهيدا الوقت منقص التفاح كمان مثل ما ذكرت بدنا نقص التفاح لشرائح كتير رفيعة. وبقية التفاح له استعمالات عدة، فينا نستعمله فيها مثل صنع الخل. هلا مثل عم نشوف الجزر صار بمرحلة الاستواء، مننزل الفلفل الملون. هيدا الطبق مثل عم نلاحظ هو صار مثل لوحة فنية كأنه ريشة الفنان وعم بيلون، صار عنا كل الألوان تقريبا، وخاصة لما نضيف هلا لون الأحمر والتفاح. نخلي الخضرة لتستوي، بهيدا الوقت نحن منقطع التفاح كمان لقطعة كتير رفيعة. اكيد التفاح بيلبق للنودلز وبيلبق للاكل الاسيوي لانه باكل الاسيوي على طول بيكون داخل الاويستر صوص، والاويستر صوص هو حلو يعني هو في طعمه السكر، وحتى بطبخات الصينيه على طول بيرشوا رشه سكر صغيره او رشه يعني رشه سكر مع رشه الملح مشان الصوص يسمك و ستير ستارد فرايد. اوكي بنكمل هرم التفاح. هلأ مننزل الملفوف والتفاح معا لأنه بدهم نفس الوقت ليستويوا. مثل ما لاحظنا مشاهدينا الكرام بعد ما حطيت أنا ملح لهلأ لأنه الملح هو بيخلي الخضرة تدبل وتبق ميتها لبرا، لحط الملح بآخر مرحلة من بعد ما حط الصويا صوص لأنه الصويا صوص هو بطبعه مالح. مندوق الطبخة وبنرجع بنشوف إذا بدها إضافة ملح منزيد لملح. هيدي كتير مهمة المعلومة، أي مرة بتستعملوا صويا صوص خلينا نتأكد إنه الملح الطبخة معدل قبل ما نضيف ملح. بهار فينا نرش، وعطول البهار بينرش على طريقة الشيف مروان.
ريحة كتير حلوة. هلأ منحط الصويا صوص، منوزعه على كل الحنجرة، ومن ثم زيت السمسم. زيت السمسم زيت كتير قوي، وهو اللي بيخلي الطعمات تظهر، الطعمة تظهر أكتر، وبيخلي الطبق له نكهة خاصة. عطول يرجح أنه ينحط زيت السمسم بآخر المراحل مش من بداية الطبخ، لأنه منه صحي إذا احترق. ريحة كتير بتشهي. أنا لأنه خلصت من كل التقطيع ما بدي أقطع، بس البصل الأخضر للزينة رح أقطعه لدوائر صغيرة بس لنزين فيه مع الفلفل السوداني. بقى هلا البصل لما اقطعه ما حيكون عندي مشكل انه حطه بنفس الطبق مع الفول السوداني، لانه هن بدي زين فيهم الطبق. نحن وناطرين الطبخه، هون انا عم جهز مشان السكب. في انتظار نحن الفيجيتابل يستوي، عطول عم بطبخ على نار كتير خفيفة، لأنه ما بدي إياه إنه يزت الماي وفيتاميناته إلى الخارج، بدي خليه يستوي مع بعضه. واستعملت الفلفل الملون، استعملنا الملفوف، واستعملنا سيلري والتفاح. الفلفل مع التفاح، لما نمزج الفلفل مع التفاح كتير بيساعد البنكرياس ليفرز أنسولين كافي للجسم، ويعدل معنا معدل السكر بالجسم، كتير مهم. خلينا على طول بكل طبخاتنا او بالسلطات نخلط الفواكه مع الخضره، وعلى اقل شيء نتناول بالنهار شغلتين منهم، يعني يا حبتين فواكه يا فواكه وخضره، بس اقل شيء لازم الجسم يتناول نوعين من الخضار والفاكهه يوميا ليمتص كل الفيتامينات اللي بحاجه الجسم لها. مشاهدينا الكرام، بعد يمكن شي دقيقه او دقيقتين بدها لتستوي. ما بعرف إذا لاحظتوا بأغلبيات حلقاتي على بهذا البرنامج، وخاصة بهيدي الحلقة، إنه ما بغطي الطنجرة، يعني على طول بطبخ والطنجرة أو المقلة مكشفة، لأنه ما بحب البخار يحفظ وتصير الستيم يضل بقلب الطنجرة. على طول بحب الطبق ينشف، مثل ما عم نشوف هلا على طرف المقلة، إذا بناخذها كلوز شوي صغيرة على الكاميرا ما بنشوف لا في زيوت ولا في مية الخضرة، لأنه كلها بعدها هي محتفظة بقلب الخضار. هلأ آخر مرحلة منحط الأويستر صوص، وكمان نحاول إنه نقلبها مع بعضها. صار عنا الطبق جاهز. مثل ما ذكرت مشاهدينا الكرام، لازم ندوق ونتأكد من طعمة الملح. ندوق بهالطريقة، وأغلبية الشفية بدوقوا بهالطريقة، اللي هي منحط نقطة بس ومنتذوق. بدها رشة ملح، you
هلا صار جاهز انه نحط افراخ الفول وبنرجع منضيف النودلز وبالاخر منزين بالفستق وبصل الاخضر. هلا بالمرحله الاخيره بعد ما سويت الخضره بنحط افراخ الفول اللي هو كتير صحي كمان غني بالالياف. على طول نحن الشفية بنعطي معلومات صحية لأنه بوضع عملنا وخاصة لما مع عامل الخبرة وعامل الدراسة بنصير عندنا المين بالنيوتريشن بالوصفات، لأنه أوقات بينزل زوار بفنادقنا اللي هن عندهم حساسية على اللاكتوز، عندهم حساسية على الجلوتين، عندهم حساسية على الناتس، بقى نخضع لدورات تدريبية نيوتريشنز تريننج. منا حكمة نيوتريشن ما بنعطي وصفات للدايت وكيف الإنسان بخف وزنه، بس بنعرف شو فوائد الخضار وفوائد الفواكه. من فوائد التفاح المسلوق، يعني نحن ذكرنا إنه التفاح المسلوق هو كتير صحي للأعمار الأطفال لأقل من 5 أو 6 سنوات، بيقوي لهم عظمهم وبيقوي عضلة القلب. بس بدنا ننتبه كتير للطفل إذا أمه لاحظت إنه هو عنده حساسية على الفواكه الوردية. الفواكه الوردية اللي نحن من الخوخ المشمش والدريق، هيدي اسمها الفواكه الوردية باللغة العربية. إذا هالمعلومة مش واصلة قبل هلأ صرتوا تعرفوا، كتير بضر للناس اللي عندهم هيدي الحساسية على الفواكه الوردية. نحن هلأ ضعنا الفول، هلأ على آخر مرحلة منقوي النار شوي صغيرة لنحط النودلز. النودلز نحن سلقينه ربع سلقة، يعني منسخن مي منحط النودلز ومنرجع منقيمه بنفس الوقت. بقى اخر مرحلة منحط النودلز ومنقلبه مع طبق الفيجتابل وبصير عنا جاهز. مثل ما عم نشوف مشاهدينا الكرام قبل ما اخلط مع النودلز، اذا بتلاحظوا نحن ما شفنا التفاح وطعم، لما انا دقتها ما بتحس انه طعم كتير غريب او هو زاعج الطبخة او مغير لها الهوية تبعها. هي الهوية بعدها نفسها بالنتيجة ستايرد فيجتابل مع نودلز كتير صحية، بس عطي كسبنا فيتامينات اي مفيدة للجسم مع الخضرة ومع كل شيء. نحن هلأ منضيف النودلز بهالطريقة مثل ما عم نشوف. نرجع منحط آخر رشة زيت سمسم على النودلز تا يتشبع ويأخذ الطعمة منها. نحاول قد ما فينا يا نستعمل ملقط مثل الشوب ستيك لخلط النودلز مع الخضار مشان ما تهلط وما نقطش النودلز. نشوف هلأ عم تاخد بعضها هي، وكمان إذا كان عندكم القدرة على قلب الطنجرة مشان تاخد بعضها بيكون كمان أحسن أو أحسن. وعطول يرجح الطبخ الصيني، حتى إذا منشوف المطاعم الصينية والأسوية بيستعملوا الووك مشان هن يقلبوا فيه قلب، لأنه ما بيستعملوا كتير الملاعق بالخلط مشان ما يصيرش النودلز أوفر كوكت. شكلها كتير بشهي. الخضرة على الوجه النص والنودلز امتص كل ليس لقني ربع سلقة تيضل فيه الحيوية والنشفين مشان هو يمتص كل الطعمات وخلاص الخضار وفاكة التفاح لضفنها. هلأ وصلنا على مرحلة سكب الدش، نطفي النار، منجيب الصحن عطول. بس بدنا نقدم الاكل الجاهز لزبايننا او للي منحبهم، من الافضل انه نتوقع السلامة الغذائية والنظافة. هلا يكون عندنا بهالطريقة نحن رح نسكب النودلز. معلش اسمحوا لي اني اوجه تحيه لبناتي
بالبيت، وخاصة ماري ليز وماري كلير لأنه أكلتهم المفضلة النودلز. من بعد ما تمر هالحلقة أكيد لح يصير عندهم السبب إنه يطلبوا مني أطبخ لهم طبقة النودلز. صار جاهز الصحن. هلأ اللمسة الأخيرة اللي هي البصل الأخضر وفول السوداني، بس للزينة وللطعمة مثل ما عم نشوف. بالفعل ريحة هالطبق كتير شهية وكتير مفيد. صار طبقنا جاهز بهاي حلقتنا لليوم، طبق النودلز مع الخضار والتفاح. جمعنا قارة آسيا وقارة أمريكا بنفس الطبق. ألف صحة مشاهدينا الكرام، ونشوفكم بحلقة جديدة إن شاء الله غبكرة.